مشاهدينا الكرام، نبداو بالصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم نديرو عمليات لعدد من الوحدات العشرات. نعاود نشرح لكم تلاميذي اعزائي ولادي الاعزاء الصروبان. يوم نزيدو نديرو الدرس نعاودو نراجعو معاكم. بعدين دروس مقبل جو القناة نسيبهم على الصروبان من الدرس الاول. نبداو بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولادي الاعزاء، ما تنساوش تدعموا القناه ودير لنا جيم وابوني وتقطعوا الجرس ليصلكم كل جديد. واللي راه معنا ابوني مرحبا بكم، واللي مازال ما تابونيوش ثاني نقول لكم مرحبا بكم. ماذا بكم تابونيو في القناه لكي نستمر بالمزيد. وثاني لدينا دروس الدعم في اللغه الانجليزيه والفرنسيه واللغه العربيه. وكاش حاجه ديروها لنا في الكومونتير، ما تنساوش اللايك، تضغطوا على الجيم، تضغطوا على ديك اليد، تضغطوا على اللايك. قبل ما نبداو الفيديو نبداو بسم الله. نبداو هنا عندنا هادو نقول لهم الوحدات، هادو عشرات، هذا معي طوله خمسة ومنا خمسين، وهذا واحد اثنان هكا ثلاثة أربعة هكا تنقرا تسعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هكا عندي تسعة وخمسين، هذا خمسين هنا، وهذه منا عشرة عشرين ثلاثين ربعين، معاها مع خمسين كيكون هكا تولي ربعين، خمسين كيف تولي تسعين، هكا تسعة وتسعين، ها تسعة وتسعون، هنا تسعة وهنا تسعة، تسعة في الوحدات تسعة في العشرات. هنا نعطيكم مثال، لعطانا عملية قلنا خمسة خمسة نزيدو لها أربعة عشرات تولي خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، نديرو عملية أخرى أربعون أربعون، ها عشرة عشرون ثلاثون أربعون، نضيف لها خمسين، ها خمسين نزيدو أربعة ها ونزيدو خمسة، شتولي عندي تسعة وتسعون، هذه هي تسعة وتسعين. دوك نديرو نديرو مع التلميذ ريان. ريان روح ديرنا عمليات، نمنوع عليك وديرنا. ريان نبداو بالعملية الأولى، كي راك ريان مليح؟ نبداو مع ريان. ريان تدرب على الصروبان عمليات، يعرف وحدات يعرف العشرات، يعرف العدد خمسة وخمسين، دير لهم ربعة وستين، أربعة بينا لهم ستون، وري لهم تشوف أربعة وستون، ها أربعة وستون جيد، منا أربعة ومنا ستة العشر، نقص اثنان وخمسون جيد، ضيف واحد وستين، واحد وستون خمسة ستة هاك واحد وستون، زيد احداعش ايوه نقص اثنين وستين، اثنين وستين نتيجة كم؟ اثنين وعشرين. اثنين وعشرين جيد. نديرو عملية زوجة، اربعة وثمانون، صفر المعداد الاولى صفر، اربعة وثمانون، اربعة وثمانون معناتها نديرو اربعة في الوحدات وثمانية في العشرات، هذه اربعة وثمانون، ناقص اثنان وخمسون، اثنين وخمسين زائد اثنان وخمسون جيد، ناقص اثنين وثمانين جيد، زيد سبعة وثلاثين، سبعة وثلاثة نتيجة كم؟ تسعة تسعة وثلاثين، تسعة وثلاثين، تسعة وثلاثين، زيد عملية أخرى، تسعة وخمسين، تسعة وخمسة، تسعة في الوحدات، خمسة في العشرات، نضيف عشرين، نزيد عشرين، جيد، نقص أربعة وستين، ناقص أربعة وستون، ستة في العشرات، جيد، زيد اثنين وسبعين، اثنان وسبعون جيد، نقص اثنين وسبعين، اثنان وسبعون، نتيجة كم؟ نتيجة كم؟ خمسة خمسة عشر، عاود اقراها لهم النتيجة كم؟ خمسة، وري لهم خمسة، هذاك ورا عشرة ولا؟ عشرة، نقراها خمسة عشر. اي زيد العمليه اللي موراه، خمسه وثلاثين نزيد اثنين وستين نقص واحد وستين، بسرعه بسرعه نديرو العمليه تاع السرعه، نزيد واحد وستين نضيف واحد وستين جيد، نقص سته وستين، سته في الاولى، سته في الاولى، ستة وستين نتيجة كم؟
هذا 5 ما طلعتش. 1 و 3 1 و 3 جيد. تلميذ ريان دار لنا العمليات على المعدات. هذه العمليات مشاهدينا الكرام الصعوبان، قلنا كما قلنا من قبل، يزيد في التركيز الذكاء، يدير الثقه النفس الطفل معناتها، ويزيد يشغل الفص الايمن والايسر. نعاود نشرح لكم، هذا منا 5 نصفروا المعدات كما رجعوا للدروس الاولى تسيبوها، هذا 5 وهكا توليها هكا 6 5 6، هذا 1 وهكا 2 وهكا 3 وهكا 4، كي نحوس على 5 هاوينا 5 هكا تنقلت 5 6 7 8 9. باغي نكتب نقولوا ندير منا شو قلنا، هذا 50 50، هذا 10 وهذا 20 وهذا 30 وهذا 40، باغي ندير 50 50، ها ضيف لها 5 ها تولي 55، 5 في 1 و5 في 10، لا ما عرفتش تقراو اكتبوا 5 في 1، 5 في تقراو 55، باغي نزيد 10 ها شحال تولي 65، ها هكا 6 65، نزيد لها 20 تولي 75، نزيد لها 30 تولي 85، نزيد لها 40 تولي 95، وهكا نقراوها 21، ها 21، 31، 41، وهكا 11. مشاهدينا الكرام هكا قراو الأعداد، مهم من الوحدات من العشرات، هكا 5 6 7 8 9، باغي ندير 10 20 30 40، هكا 90 50 60 70 80 90، ها وهكا 99. مشاهدينا الكرام كان هادو عمليات سهلة الصروبان، ماذا بكم تقوموا العمليات، تدربوا ولادكم على العمليات، مادام يديروا عمليات أكثر مادام يزيد التركيز، واكتشفوا أخيرا في اليابان مليح حتى هو الزهايمر ويعالجوا. معناته هذا الصروبان اللي ابنها يولي ولدك يعاني من ضعف التركيز ولا ديري له الصروبان، تبعي القناة معنا وان شاء الله تكونوا مستفيدين معنا. مشاهدينا الكرام نلتقي في فيديو مقبل ان شاء الله، مع السلامة. ما تنسوش تدعموا القناة وديروا النجم وابوني كومونتير، وكاش حاجة ما راكمش فاهمينها تاني نديروا دور الدعم قولونا نشرحهم لكم، ونلتقي في فيديو مقبل ان شاء الله. ما تنسوناش بالدعاء، وكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اليوم الجمعة، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رايا شو تقولهم؟ وداعا وداعا، مع السلامة.